قال أهل العلم هذه اللام هي لام العاقبة، لام العاقبة، أي كانت عاقبتهم كذلك، كانت عاقبتهم كذلك. ولنضرب لهذا مثالا، امرأة فرعون لما التقطت موسى ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي ولك، لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن لماذا التقطت موسى؟ التقطته ليكون ولدا، التقطته لتسعد به، وقالت قرة عين لي ولك لا تقتل عسى أن ينفعنا، صحيح؟ طيب فماذا كانت النتيجة؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه لأجل أن يكون عدوا وحزنا، لكن هذه العاقبة، هذا الذي حصل بعد ذلك، أنه كان لهم عدوا، كان موسى عدوا لفرعون، لكنه كان قرة عين لامرأة فرعون، لكن كان عدوا لفرعون وحزنا لفرعون وهلاكا لفرعون. فهذه يسمونها لام العاقبة، مثل قول الشاعر المشهور: علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، وعلمته الرماية إيش أولها؟ أعرفها، الشطر الأول. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذه لام العاقبة، هذه لام العاقبة. هو ما علمه ليرميه، ولكن علمه ليساعده، ليقف معه، ليتعلم صيد، لكن ردت عليه. فيسمونها العاقبة، هذه العاقبة.